من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري والعنصر البشري. وأضاف مدبولي أن المشروع يأتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الدولة المصرية والتوجه نحو الجمهورية الجديدة. فخامة الرئيس أطلق يعني اللي أنا بعتبره أكبر مشروع في العالم النهاردة بيتم تنفيذه، مشروع حياة كريمة، واللي بيستهدف 60 مليون مواطن في الريف المصري. ده بجميع الأحوال مشروع ضخم جدا ومشروع بكل المقاييس العالمية، مشروع فريد من نوعه، عشان فعلا نحقق جودة حقيقية للحياة ل 60% من الشعب المصري في خلال 3 سنوات، علشان نقدر نغير ونعوض ونغير وجه الحياة هناك. ولكن القضية الحالة اللي احنا النهاردة بنتوقف عندها كحكومة ولسان حالة، طب وماذا بعد؟ على الرغم من كل هذه الجهود اللي بتبذل، ما زال التحدي قائم. والتحدي قائم في بمنتهى الأمانة الزيادة الكبيرة والمستمرة بالسكان، واللي بيقابلها على الجانب الآخر وفوراً احتياجات جديدة في كل مناحي الحياة.